صاله هيئه قناه السويس وبعض اللقاءات. اتفضل يا محمد. مساء الخير يا كابتن هيثم، برحب بحضرتك وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يتجدد اللقاء وابطال الصالات ويوم جديد ومباراه النادي الاهلي والزمالك في دور الثمانيه لبطوله دوري المرتبط. يمكن ثواني وتبدا ان شاء الله مباراه الاهلي والزمالك. يمكن منذ لحظات انتهت مباراه المرتبط 2005 و2006 بفوز عريض للنادي الاهلي على نادي الزمالك بنتيجه 80-51. يمكن يسعدنا يكون معانا يعني عقب انتهاء اللقاء كابتن اسلام الكيلاني المدير الفني لفريق النادي الاهلي لفريق المرتبط 2005 2006. انا كابتن اسلام الف مبروك، فوز كبير اعتقد يخلي الفريق الاول داخل المباراه مرتاح بشكل. اهلا وسهلا بقناه النادي الاهلي الاول، الله يبارك فيك. الحمد لله، يعني ماتش مهم طبعا، كل خطوه مهمه في ان شاء الله ان احنا نوصل لنهائي دوري المرتبط. بس ده يعتبر شوط، وان شاء الله لسه بالنسبه لنا احنا الشوط الثاني، الماتش الثاني. طبعا الفوز ده بيدي اريحيه شويه بسيطه يعني للدرجه الاولى، لكن طبعا ان شاء الله الدرجه الاولى، والنادي الاهلي دايما متعود ان هو يكسب، يعني ما فيش حاجه اسمها حد بيعتمد على حد. ان شاء الله الدرجه الاولى النهارده تكمل الخطوه الاولانيه وتكمل بانتصار ان شاء الله، وربنا ييسر ان شاء الله. كابتن اسلام، كان دايما دور المرتبط بيبقى 18 سنه، السنه دي نزلوا بالسن شويه بقى 16 سنه هو فريق المرتبط. شايف دوت مدى الاستفاده الفنيه منه؟ بتتكلم مع الولاد ده في كده في السن دوت يكون نتائجه مربوطه بالفريق الاول ازاي؟ بص، هو الموضوع دوت الاتحاد عمله علشان يتواكب مع بطولة افريقيا للسن ده، وهي حاجة كويسة بتفيد الولاد فنيا. لكن طبعا بتلاقي فرق في المستوى بين 18 سنة و 16 سنة، يعني لو اتفرجت على الماتشات السنة اللي فاتت وقارنتها بماتشات السنة دي هتلاقي كمية غلطات اكتر، لان السن ده بيتأثر بالغلطة، عكس الولد ال 18 سنة هو لاعب فترة اطول وخبرات ماتشات اكتر. احنا بنحاول مع الولاد ان انت تهيئهم نفسيا ان هو يبقى داخل، يعني هو ما بحاول ان انا ابعده عن حته ان انت المسؤوليه عليك وان الدرجه الاولى بص عليك، بنقولها له بشكل يبقى عارف ان هو يعني الجيم بتاعه ده ليه قيمه، لكن ما يخليش ان انت عبء نفسي عليه. دي حاجه طبعا يعني صعبه ان انت توصلها له بشكل مباشر. وحصل النهارده كذا مره ان زي ما انت شفت ان الجيم الحمد لله في الاول كان ماشي اكوال شويه، فرقنا شويه، ابتدت الولاد تحس ان الجنية سهله وبسيطه، فلازم يتعلموا. دي المواقف اللي هتعلمهم ان شاء الله نوصل بيها للفاينل. دي حاجات تراكميه، فان شاء الله هم، انا فخور بيهم النهارده ان هم عملوا جيم كويس. شكرا كابتن، واتمناك التوفيق ان شاء الله في مباراه العوده باذن الله. كابتن هيثم، مكملين لقاءاتنا ومعانا اثنين يعني من ابرز اللاعبين النهارده في المباراه. معانا كريم عمرو لاعب الفريق. يعني كريم، الف مبروك الفوز النهارده، يمكن فوز مريح بعدد كبير فريقين عن نادي الزمالك. يعني شايف النتيجه دي ازاي واداء فريقه؟ وكلام كابتن النهارده كان معاكم كابتن اسلام قال لكم قبل المباراه، كان بيشجعنا وقال ان الماتشات لازم تكون اهلي وزمالك، دي ماتشات مهمه وغير ماتشات ثانيه. اهلي وزمالك دي ماتشات خاصه، يعني لازم نكون احسن حاجه، يعني نعمل احسن حاجه عندنا ونشد حيلنا ونركز فيه وما نسرحش، لازم نركز في الماتش من بدايه اليوم. معنويا وفنيا فرق معاكم انكم بتلعبوا مرتبط السنه دي، نتائجكم مربوطه بنتائج الفريق الاول؟ اكيد طبعا، لو خسرنا ماتش ممكن هم يخسروا ماتش، ف يتعلق معاهم نخسر ماتشات، لازم احنا نكسب ماتشين عشان نساعدهم هم يكسبوا ماتش ونساعد. شكرا، اتمنى لكم التوفيق في اللي جاي. مكملين لقاءاتنا كابتن هيثم، ومعانا كمان كريم حاتم لاعب فريق النادي الاهلي المرتبط. يعني كريم، الف مبروك الفوز النهارده، فوز كبير اعتقد كمان قدام نادي الزمالك، الفوز بيبقى له طعم احلى. طبعا الحمد لله، طبعا احنا برده تعبنا طول السنه الحمد لله، وكابتن اسلام برده تعب معانا، والحمد لله يعني كان فوز طبعا مهم جدا. نادي الزمالك في خصم كبير يعني مش سهل، الحمد لله. لسه برضه النتيجة ما اتحسمتش في مباراة عودة، يعني باصين زي لمباراة العودة يوم السبت إن شاء الله. إن شاء الله، يعني فيرست تيم كمان إن شاء الله، يعني إحنا بنسند بعض دايما في المباريات المهمة زي الأهلي والزمالك وزي مثلا الاتحاد السكندري إن شاء الله. عفوا. أتمنى لكم التوفيق في اللي جاي. كابتن هيثم، دي كانت لقاءاتنا من هنا من صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ووقائع مباراة النادي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المرتبط في دور الثمانية. إن شاء الله متواصلين مع حضرتك في قادم المواعيد، ونوعدك بتغطية شاملة كاملة من هنا من صالة هيئة قناة السويس.